السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في الدورة التأسيسية للغة الإنجليزية من الصفر الحروف الإنجليزية وأصواتها، وأيضا تعلمنا عن الحروف المركبة، وبعد ذلك تعلمنا عن الأرقام من 1 وحتى 30، ثم انتقلنا إلى تعلم الألوان الأساسية باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك تعلمنا عن أيام الأسبوع 7 وعن أشهر السنة 12 أيضاً باللغة الإنجليزية. وفي درس اليوم سنتعلم عن parts of the body، أي أعضاء الجسم. سنتعلم عن أسماء بعض الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان باللغة الإنجليزية. وقبل ما أبدأ بالفيديو، بتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. ونبدأ بسم الله بأول عضو من أعضاء الجسم. هنا لدينا head، 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 وهو الرأس. forehead، 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 وهو الجبين أو الجبهة. face، 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 وهو الوجه. ear، 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 ear هي الأذن. eye، 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 eye هي العين. eyebrow، 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 eyebrow وهو الحاجب. eyelashes، 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 eyelashes هي الرموش. nose، 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 nose هو الأنف. cheek، 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 cheek هو الخد. mouth، 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 mouth هو الفم. lips، 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 lips هي الشفتان، ولب هي الشفة الواحدة، عندما نضع اس تعني شفتين. teeth، 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 teeth هي الأسنان، ومفردها tooth وتعني سن واحد. neck، 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 neck هي الرقبة أو العنق. shoulder، 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 shoulder هو الكتف. chest، 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 chest هو الصدر. arm، 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 arm هو الذراع كاملا. hand، 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 hand هي اليد. elbow، 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 elbow هو المرفق. wrist، 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 wrist هو المعصم. ونلاحظ أن كلمة wrist هنا يوجد W في أول الكلمة لكنه لا يلفظ، إذن wrist هو معصم اليد. finger، 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 finger هو إصبع اليد، والجمع هو fingers، fingers، fingers تعني أصابع اليد، مجموعة الأصابع. thumb، 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 thumb هو
هو إبهام اليد، إصبع الإبهام يسمى thumb. هنا نلاحظ أن حرف البي في آخر كلمة thumb لا يلفظ إنما يكتب فقط. chin 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 وهي الدقن. throat 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 هو الحلق أو الحنجرة تسمى throat. hair 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 وهو الشعر. back 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 معناه الظهر. stomach 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 وهو البطن أو المعدة. hip 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 هو الخصر يدعى hip. thigh 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 هو الفخذ. ونلاحظ أن حرف الجي والإتش في نهاية الكلمة لا يلفظان، تي مع الإتش يلفظ ث ث، إذن thigh thigh. lick 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 هي الرجل كاملة تسمى lick. ني هي الركبة. ونلاحظ أن في كلمة ني حرف الكي لا يلفظ إنما فقط يكتب، إذن ني. فوت 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 وتعني القدم الواحدة، أما القدمان فتسمى فيت فيت فيت. أما الكاحل فيسمى ankle 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 فهو الكاحل، وهو مكان وضع الخلخال يسمى ankle. أما أصابع القدم فتسمى toes toes toes، وأصبع القدم الواحد يسمى toe toe toe. وهنا لدينا جميع أسماء أعضاء الجسم باللغة الإنجليزية، تبدأ من head وتعني الرأس، face وتعني الوجه، hair ويعني الشعر، eye وتعني العين، eyebrow وتعني الحاجب، eyelashes وتعني الرموش، forehead وهو الجبين أو الجبهة، cheek وهو الخد، ear الأذن، tooth السن، nose الأنف، throat الحلق أو الحنجرة، chin الدقن، mouth الفم، lip الشفة، neck الرقبة، shoulder الكتف، elbow المرفق، arm الذراع، wrist رسغ اليد، finger أصبع اليد، chest الصدر، stomach المعدة أو البطن، hand اليد، thumb إبهام اليد، hip الخصر، thigh الفخذ، knee الركبة، ankle الكاحل، toes أصابع القدم، leg الرجل، وfoot القدم، ولدينا أيضا back وهو الظهر. وبعد أن انتهينا من ذكر أسماء أعضاء الجسم، علينا أن نكرر سماع أسماء هذه الأعضاء مرة ومرتان وثلاث حتى نقوم بحفظها. وكي نتدرب عليها أكثر، يمكننا أن نؤشر على العضو في جسمنا ونذكر اسمه باللغة الإنجليزية.
وبعد ذلك يمكنكم أيضاً كتابة أسماء هذه الأعضاء والتدرب على تهجئتها، أي تهجئة حروف هذه الكلمات. والآن وصلت إلى نهاية هذا الدرس. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم منه، انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه، وشكراً.